أهلا بكم. للفوز بلعبة يا نصيب محددة، قام لاعب باختيار 4 أرقام من 1 إلى 60. كل رقم يمكن أن يتم اختياره مرة واحدة فقط. إذا وافقت كل الأربعة أرقام الفائزة بغض النظر عن الترتيب، فإن اللاعب يفوز. ما هو احتمال أن يكون رقم الفوز 3 و 15 و 46 و 49؟ إذن الطريقة التي نفكر بها لحل هذه المسألة، يقولون أنه يمكن اختيار 4 أرقام من 60. إذن هناك طريقة نفكر بها، هي كم عدد النتائج المختلفة إذا قمنا باختيار 4 أرقام من 60؟ إذن الآن هذا مكافئ للقول. كم عدد التوافيق هناك إذا كان لدينا 60 عنصر؟ في هذه الحالة لدينا 60 رقم، وسوف نقوم باختيار 4، وهنا الترتيب غير مهم، لهذا نحن نتعامل مع التوافيق وليس التباديل، الترتيب غير مهم. إذن كم عدد مجموعات الأرقام من 4 يمكن اختيارها من 60؟ ونحن غير مهتمين بالترتيب، وقد رأينا في التسجيلات السابقة أنه يوجد صيغة هنا، لكن من المهم فهم السبب من وراء الصيغة. سوف أكتب الصيغة هنا، لكننا سوف نفكر بشأن ما تقوله هذه الصيغة. إذن هذا مضروب 60 مقسوما على مضروب 60 ناقص 4، مقسومة أيضا على مضروب 4 أو على المقام ضرب مضروب 4. إذن هذه هي الصيغة هنا، لكن ما تقوله فعليا هذا الجزء هنا، إنه مضروب 60 مقسوما على مضروب 60 ناقص 4، هذه فقط. إذن 60 ضرب 59 ضرب 58 ضرب 57، هذا هو التعبير هنا. وإذا فكرنا بشأنها، الرقم الأول الذي نختاره هناك 1 من 60 رقم، لكن بعدها يخرج هذا الرقم من اللعبة، ثم يمكننا الاختيار 1 من 59، ثم 1 من 58، ثم 1 من 57. وإذا كنا مهتمين بالترتيب، هذا هو عدد التباديل، يمكننا الاختيار 4 مرات من 60 بدون تبديلها. الآن هذا عندما نهتم بشأن الترتيب، لكننا تجاوزنا هذا لأنه مختلف التباديل التي هي أساساً نفس التوافيق، إنها نفس السلسلة من 4 أرقام، ولهذا السبب فإننا نقسم على مضروب 4 هنا، لأن مضروب 4 هو عدد الطرق التي يمكن أن تترتب بها 4 أرقام في 4 أماكن، أليس كذلك؟ الرقم الأول يمكن أن يكون في 1 من 4 أماكن، الرقم الثاني سيكون في مكان من 3، ثم 2، ثم 1، ولهذا السبب نقسم على مضروب 4. لكن على أي حال دعونا فقط نقدر هذا، هذا سيخبرنا كم عدد النتائج الممكنة للعبة اليانصيب. إذن هذا يساوي، قلنا أن الجزء باللون الأزرق هو مكافئ ل 60 ضرب 59 ضرب 58 ضرب 57. إذن هذا مضروب 60 مقسوما على مضروب 56، ثم لدينا مضروب 4 هنا، والتي هي 4 ضرب 2 ضرب 1، ويمكننا تبسيطها قليلا قبل إحضار الآلة الحاسبة. لدينا 60 مقسومة على 4 يساوي 15، ثم لنرى 15 مقسومة على 3 تساوي 5، إذن 15 مقسومة على 3 تساوي 5، ولنرى لدينا 58 مقسومة على 2 تساوي 29. إذن الجواب سيكون 5 ضرب 59 ضرب 29 ضرب 57، 5 ضرب 59 ضرب 59 ضرب 57. الآن هذا لا يمثل الجواب الذي نريده، هذا سيكون عدد التوافيق التي يمكن الحصول عليها عند اختيار 4 أرقام من 60،
ولسنا مهتمين بالترتيب، الآن لنحضر الآلة الحاسبة. إذن لدينا 5 ضرب 59 ضرب 29 ضرب 57، إنه يساوي 487,635. دعوني أكتب هذا. إذن لدينا 487,635 من التوافيق combination. إذا قمنا باختيار 4 أرقام، نحن نختار 4 أرقام من 60 أو 60 فوق 4. الآن السؤال، ما هو احتمال أن تكون أرقام الفوز 3 و15 و46 و49؟ حسنا، هذا فقط حالة واحدة من التوافيق، هذا فقط واحد من 487,635 احتمال ممكن. إذن احتمال 3 و15 و46 و49 هو فقط يساوي، حسنا، هذا فقط واحد من 487,635 احتمال. إذن هذا هنا هو احتمال الفوز، هذا احتمال واحد من كل الاحتمالات الممكنة أو التوافيق عندما نأخذ 60 ونختار 4 منها. إلى اللقاء.